يمكن يقدر يقول لك يمكن الماليه يمكن ما كيفيناش ولا هذا يمكن نتحجوا بها بعض المرات كاين كنشوف مشكل بزاف انا امكانيات الماليه ما كيفيناش يلا كنداركو يلا هذه ما كاينش الدعم المؤسسه الماليه خاصه اسمع لي واحد المواطن انا الرئيس ابرشن بزاف المرات خاصنا العمل تشكا قال لك انا كنخدم بوحدي ما كاينش الشركه اللي كيعاونو اسمح لي مع احتراماتي اذا كانوا كيتصرف اموال طائله في انتدابات حنا هضرنا على 80 مليون تبع اموال طائله سواء في جلب اللاعب او حتى ديك المصاريف ديالو الشهريه والسنويه اللي باياش في شي لعبه اللي ما عندهم حتى شي اذا ما كيعطيو حتى شي اضافه للفريق فعلاش حنا ديك الاموال هذيك ما نستثمروهاش في هاد الاشياء هذه علاش ما نستثمروهاش في هاد الاشياء هذه نعملوا نخدموا مركز ديال التكوين علاش تعمل مركز التكوين مع ان المركز التكوين خصو يشتغل يعني ضروري وملزم ان اي فريق في البطوله الاحترافيه بحال اللي كطالب الجامعه ان هذيك المركز يشتغل فحنا عندنا بنايه غير باش نكملوا الهياكل ديال النادي فقط كنكملوا الهياكل ديال النادي فقط دون ما نستغلوه ما تقوليش بان الحمد لله الامكانيات موجوده والمساهمين موجودين وانا قلت لك كاين الاموال كتمشي في الفراغ ما كنستثمروهاش في المحل ديالها وفي المكان اللي مفروض انها تستغل الا كنا واحد الامر لا يدعو ما كاينش شك فيه انه الجمعيه كتضم بزاف اللاعبين يعني قدام الفريق يمكن عندهم تجربه كبيره في اتحاد طنجه يمكن تقدر تقول لنا بعض الاسماء ديال الجمعيه واش هاد الناس هادو قدام الجمعيه واش سبق لهم توصلوا كاعضاء توصلوا ماشي باسم الجمعيه كاعضاء توصلوا مع المكتب المسير لعرض الخدمه ديالهم ويعاونوهم خاصه الفكره هذه النقطه اللي ذكرتوها في البلاغ ديالكم انكم قاد انكم تعاونوا الفريق طبعا سي هادي لاخاي لان حنا بنادم قلنا باننا حنا راه الاشاره راه الاشاره لتقديم النص ماشي لاجل العمل مع لا حنا ماشي كنفرضوا نفوسنا لا حنا فقط كنتعاونوا باغي نتعاونوا مع الفريق ديالنا اللي هو فريق الام اللي ضحينا من اجله فهمنا اللي حنا اللي تكرفصنا وضحينا ويعني في الايام في الزمن الجميل حنا كنعرضوا الخدمات ديالنا ماشي عن فراغ فحنا ملي قلنا ملي عملنا البلاغ ديالنا وعطينا هذا العرض هذا وحنا عندنا مشروع ديالنا كامل متكامل في المجال هذا السبب هو ان عندنا في اعضاء الجمعيه ديالنا الناس اكفاء نعطيكم امثله مثلا عمر رايس هذا مدرب او مؤطر ديال المدربين ديال تكوين المدربين مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والجامعه الافريقيه هو غني عن التعريف ومدرب سابق ديال اتحاد طنجه عندنا محمد الرياضي حتى هو من اعضاء ديال المكتب اللي هو مدير تقني ديال العصبه وعنده شهاده كبيره في في معهد العالي مولاي رشيد عندنا كذلك دريس مرابط اللي هو اطار تقني غني عن التعريف بالاضافه الى في الجمعيه كنضم الجمعيه ديالنا بعض اللاعبين اللي هما كانوا في المنتخب المغربي ومع الفرق ديال اتحاد طنجه مثل عبد اللطيف حمامه مثل محمد المصوري المشهور بالجن الى اخره معنا سعيد مخاطه حتى هو ضحى مع الفريق عندنا يونس الشرقاوي كذلك فهذيك يعني عندنا اسماء وعندنا كذلك باش ما ننساش البعض رشيد يسري المعروف كذلك بسلطانه عنده تجربه في المدارس ديال الاسبانيه ديال كره القدم الاطفال الى اخره يعني عندنا ناس وزنين عندنا ناس اللي هما عندهم درايه بهذا الموضوع هذا واللي هما قادرين يعطيو الاقتراحات ديالهم لكن احنا الناس هادو ما كاينش مكتب يعني بحال يمكن مقصين مع المكتب المسير يعني ما عطاهمش فرصه ولا ما تواصلوا معاهم وما كاينش استجابه انا قلت لك سي حاضر الدابعات قلت لك بان احنا وضعنا صور يعني وضعنا صور باش نقربوا ديال اتحاد طنجه وديال الاشخاص هما اللي واضعين هذا الصور هذا لان فينا ناس نقولها لك بكل صراحه لان فينا ناس محترمين ناس عندهم مبادئ ما كيتباعوش يتشروا هذا هو الخلاصه ديال هادشي هذا ما كيتباعوش يتشروا لان كانت تعرض عليا هذا الموضوع هذا هذه فواحد هذه سنوات كانت تعرض عليا هذا الموضوع هذا وانا رفضت لان ما يمكنليش نخون الامانه وما يمكنليش نتجرد من المبادئ ديالي انا
انا كنخدم في اطار القانون، في اطار المشروع. كذلك الاعضاء اللي معنا في المكتب كذلك الحمد لله اخترنا غير هذه النوعيه ديال البشر، نوع اللي هما عندهم مبادئ وعندهم عزه نفس نقدر نقولوا. فاحنا ما نبيعوش انفسنا باش نساندوا الفساد من اجل واحد مصلحه شخصيه الى اخره، ما يمكنش. سي سعيد، يمكن اذا رجع مثلا الوراء كنشوفوا انك كنت قضيت واحد الفتره مع فريق اتحاد طنجه، يمكن شنو نقدر نقولوا اهم ما يبقى في ذهنك يمكن فريق اتحاد طنجه الفتره اللي دوزتي من مشاكل ومن ايجابيات في مجال التسيير؟ كتهضر؟ طبعا طبعا، مادام حنا في التسيير هذه واحد الحقيقه خصني نقولها، بان التسيير في طنجه ماشي في العهد ديال هذا، في العهد هذا، وانما هذا في التاريخ. التاريخ حنايا كان عندنا تسيير مع الاسف عشوائي، مع الاسف التجارب عندنا كبيره. حنايا انا اولا لعبت مع نهضه طنجه في السبعينات، في اواخر السبعينات، لعبت بعد ذلك مع حسنيه طنجه، ثم الجمعيه السلاويه، ثم اتحاد طنجه، ثم العالم طنجه. نقدر نقول لك 90% من المسؤولين على الاداره في التسيير ديال كره القدم في طنجه مع الاسف كانوا دون مستوى، الا اذا استثنينا بعض الاشخاص يقدروا، لان من باب الامانه نذكروا الاسماء ديالهم، بحال السي 40، السي 40. المفاجاه هو السي عبد الحق بخات بعض الفترات، في بعض الفترات، وثم السي عبد السلام الله يرحمه، السي عبد السلام الله يرحمه، هذو الناس اللي كانوا في المستوى. ونذكروا على السي 40 كان عنده مشروع، كان عنده مشروع كبير، وكان عنده علينا اللي جا اول سنه انه يكون النادي بمعنى الكلمه، ولكن دائما كنعاود لك لان الناس اللي كيحولوا كظروف حول الرئيس كيكون بعض منهم مع الاسف هما اللي كيخسروا كل شيء، هما اللي كيوجهوا المسار الحقيقي، هما اللي كيفسدوا كرة القدم كل تعبير. ونعطيك واحد جوج ديال المواقف وقعت في التاريخ ديالنا اللي ما غاتنساش من الذاكره ديالنا. جوج مرات ان واحد السنه كنا في نهضه ديال طنجه، نهضه طنجه تقصت، يعني هبطت من القسم الثالث بسبب واحد خطا تقني ديال الاداره، وان كنا عندنا ماتش مع استاد المغربي على ما اظن، وكان فعلا الحكم تكرفص علينا وما عطاناش الحقوق ديالنا. لعبه نزلوا بداو كيضربوا الحكام والى اخره، تم هذيك معاقبه ديال الفريق ما يلعبش في ملعب مرشان، يعني جوج مباريات. واذا بي كنتفاجئوا شنو الاداره قررت اننا نعملوا فورفي، الاعتذار الاول ثم الاعتذار الثاني. ثم كتعرفوا القانون، اذا عملتي الاعتذار الثاني كتنزل للقسم الموالي مباشره، تما باش نقضى على النهضة طنجة. يعني الإدارة قضت على النهضة طنجة، بعد ذلك كانت تحدث مع رجاء طنجة بس كونت اتحاد طنجة، هذه الأولى اللي عمرها ما تنسى. الثانية هي اللي أخطر، هي أننا لاعبين مع الهلال الرباطي، كان عندنا حنا فايتين تورك آنذاك، كنا نطلعوا القسم الوطني. كنت فرق نهضة طنجة اتحاد طنجة ولا شنو فرق مرة ثانية؟ نهضة طنجة هذا حتى هو، كنا غادي نصعدوا من القسم الوطني الأول، وكنا فايتين تورك يعني بنقطة، كان ديك الساعة النظام ديال جوج ديال النقط، وكنا عندنا فريق يعني بشهادة ديال الرئيس ديال الفتح الرباطي آنذاك، بان هذا الفريق قال اذا كان عندي هذا الفريق ديالكم كنت نفوز به بالبطوله ديال القسم الوطني الاول. واذا به حنايا السيد اللي هو مسؤول بلا ما نذكروا السميه، ماشي كيوهم الدراري كيقول لهم بان فلان فلاني الله يرحمه راه مشى عند الحكم باش يتفاهم معاه باش يعطينا المقابله، مع ان حنا في غنى عن ان شي واحد يعطينا المقابله. وفعلا مشينا لعبنا مع الهلال، ماركينا الاولاني زولوا لنا، ثاني وثالث زولوا لنا، عطاهم ضربه الجزاء، وما نقدرش نصور لك الحاله الهستيريا اللي كانوا فيها الاخوان ديالنا كاملين اللعابه طايحين في الارض بالبكاء والى اخره. هذه كنعتبرها انا جريمه في حق كره القدم في طنجه زعما، مع الاسف الشديده. إذن يعني هناك اجماع ان هناك ازمه بخصوص التسيير في مدينه طنجه على مستوى المسيرين الرياضيين. كنقطه اخيره باختصار سي سعيد، اش كتشوفوا الحل ديال المكتب المسير، الحل بعد الجمع العام، شنو الحل ديال اتحاد طنجة باش نكون في فريق احترافي صح
معنى كلمة كما كتقول. أنا قلت لك السي عادل القبيلة بأن انتقلوا من ديك التسيير ديال الشخص من الإدارة الحديثة إذا بغى الفريق يمشي لقدام، واستعان بالناس أكفاء اللي هما في الدومين ديال الرياضة. كان هذا مطالب أبرشان أنه ينقي ديك المكسب ديالو، لأنه اختار عناصر مهمة مزيانة في المستوى، ولكن مع الأسف كاين عناصر اللي معاه هما اللي كيشوهوا الصورة ديالو. فأنا كان طالب أنه ينقي المكسب ديالو، يشوف يستعان بالناس أكفاء وديال الدومين إلى آخره، باش يخرج من هاد الأزمة هذه. وحنا في حال اللي قلنا كجمعية، كجمعية رانا الإشارة في أي وقت تقديم يعني الآراء ديالنا والأفكار ديالنا، وحتى في المشاريع ديالنا إذا احتاجنا الفريق ديال اتحاد طنجة، لأن هذاك الفريق ديالنا وكنموتوا عليه وكنبغيوه من القلب ديالنا. ومادام حنا كنبغيوه من القلب ديالنا، هذا رد على بعض الناس، هذا كنرد على واحد شي ناس اللي كيقول لك حنا عندنا علاقة مزيانة مع المكتب المسير. بالعكس، حنا هما اللي عندنا علاقة مزيانة مع المكتب المسير، لأننا باغين لهم الخير، باغين المصلحة للفريق. فهمنا ولا ماشي باش ماشي احنا هما اللي باغين المصلحة. فحال الأب مع ولاده ملي كيشوف الابن ديالو خرج على الطريق يحاول يرشدو الطريق، أما باش نمشي نعاونو في الفساد ديالو، فما كتبغيش الفريق ديال اتحاد طنجة ولا المكتب المسير ما عندكش مع علاقة مع مزيانة، وإنما عندك علاقة معه من أجل المصلحة ديالك الشخصية. ونقول بكل صراحة، حنايا إذا شفنا الفريق ماشي في المسار مزيان، حنا غادي نتعاونوا معاه في ديك المسار هذاك، ونشيلو ونصفقوا له. إذا شفنا خرج على ديك المسار هذاك، فغادي نوجهوه وغادي نرشدوه وغادي نعطيوه الأفكار ديالنا. وهذا هادشي اللي كاين. سعد، شكرا بزاف على الحضور ديالك، المشاركة ديالك في الحلقة الثانية من برنامج المكشوف، وكنشكرك على المشاركة ديالك والحضور ديالك. أنا بدوري السي عادل كنشكركم كذلك على الاستضافة، لأن كان حوار مثمر ومهم اللي فيه المصلحة ديال فريق الأم ديالنا ديال اتحاد طنجة. حنا ما قلناش جميع اللي عندنا، حنا لضيق الوقت إلى آخره، حنا عندنا أفكار كثيرة اختصرناها في ثلاثة ديال النقط، ولكن حنا راه الإشارة سي عادل في أي وقت أننا نتوسعوا في هذه المواضيع هذه. كنشكركم بزاف على هذا العمل اللي كتقوموا به. مرحبا، شكرا. الجريدة ديالكم راهي في تطور على حسب الأصداء اللي كنسمعهم خارج المقر ديالكم، وشكرا للطاقم لجميع أفراد اللي كيتعاونوا معكم في هذا الجريدة. شكرا جزيلا، شكرا مرة أخرى. مشاهدينا، كنشكركم على المتابعة لكم الحلقة الثانية من برنامج بالمكشوف. نضرب لكم موعد في حلقة ثالثة إن شاء الله مع ضيف جديد. إلى اللقاء.